الله اسم شامك ويمنك، اللهم بارك لنا في الشام واليمن. ترى من يضرب النيران في أرضي وفي ديني وقرآني، ترى من غير التاريخ ألف عقيدة فتنة وألف ذويلة فتنة، ولست أدري سوى الإسلام لي دينتي ومنى، الشام فيه وواد لي الكيان وحيثما الشام فيه وواد النيل سيان، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الإمام من لب أوطانه. هكذا المسلم في بلاد المسلمين كلها، في أرض المسلمين كلها، لا فرق ولا لهذه الترهات التي صنعها الاستعمار، بل الاستخراب الدولي أن يجعل الليبي يعترف بليبيا فقط، ويجعل السوري يعترف بسوريا فقط، ويجعل اللبناني يعترف بلبنان فقط، بل كلها بلاد الله وكلها بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. إذا كانت ثورة الشام ستنتهي بانتزاع الشعب السوري حريته، فابقى كما أنت متفرجا، إذا كانت ستنتهي فقط بانتزاع السوريين لحقهم أو لإسقاط نظامهم، فابقى كما أنت متفرجا، لا تعنهم بدعاء ولا تعنهم بدعاء قنوت في الصلاة، ولا تصلي ركعتين تدعو الله فيهما. إذا أراد شعب أن ينتزع حريته فعليه أن يقتلع الأشواك بيديه. يشفق المتفرجون على هذا الشعب الذي خذله الداخل والخارج، يداسون بالأقدام، يحاصرون، يقطفون، تكالب عليهم البغاة بشار وجنده وشبيحته، تحالف عليهم الصفويون، الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، على تحالف معهم الصين والروس، خذلتهم الجامعات العربية والأمم المتحدة. المتفرجون إلى هذا التحالف على الشعب السوري مشفقون. ماذا حدث لك وأنت تشاهد اجتماع الأمم المتحدة وتترقب بقلب واجب إعلان أو إصدار قرار بوقف فوري لقتل وتشريد وهدم أعراض المسلمين والمسلمات هناك؟ ولكن لا حياة لمن هناك، خذلوا ولكنهم مع الله عز وجل ينادون ويرددون: مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك يا الله، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله ناصرا ومعينا.